انت شنو شو بعد مرات ثلاث سنين تقريبا تو معنا مش قديمه كمان برشا برشا مش قديمه اي مش قديمه معناها نسبيا انت تسمى جديده نوبل ما هو قديمه ما يخدمش عليها فهمت ما فهمش شكل هو خاطر ممكن ما عندوش معاها هو جاته غريبه الحكايه معناتها مش انا كنت في جو اخر تو حسام ممكن ما خلطش على الشركات وعلى الواحد اي انت كنت بونشي اكثر جو كاسيتات وبعد سيديات سيريه الفنانه ما قبلتهاش اول مره تو باش بدات تتاقلم معاها اما الاول ما قبلها حد نعطيك انا صحيح معناتها اي من الفنانين الشعبيين داكور دم الواحد ما لازمش يقعد واقف معناها وقت الكاسات وقت معناها يلزمكم يتحرك هذه الحاجه وقيت معناها وقيت اكثر كنت كاسات ولا سي دي؟ النجاحات الكبيره اي تعمل سي دي وكاسات وما فرد 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 وقت لا لا من الاول كانت كاسات برك كانت كاسات برك بعد خلطت السي دي اي ما انا من 2001 بعد فولي سي دي انجكتي كتذكروها 2001 اول سي دي اول كاسيت معناتها خرجت كاسيت وخرجت سي دي اه اوكي منو بكل اي مع نوفيكا مع نوفيكا نوفيكا الاولى والثانيه والثالثه مع نوفيكا اي